الأكاديمي الترحيب بالأستاذ باسم الحكيم مع مجلة دينيتال لاب اللي كانت عم تصدر سابقا بسوريا، حاليا عم تصدر من الإمارات. بدأت مجلة دينيتال لاب عام 2007، قدمت نشاطات هائلة، نشاطات علمية كبيرة جدا للمهنة من خلال الدورات يلي الكل بنعرفها، في نشاطات علمية مع أكاديمية بي تي سي بروفيسور جيم ماهان، ودورات في التصوير مع الخبير الروماني ميلوس، ودورات مع لونداس خبير نوريتاكي وكاتانا، وأيضا الدورات كانت في دبي، وفي دورات أخرى حصلت أيضا باليابان. تم تنظيم دورة أيضا في دورات مع كازانوفا يامادا بموضوع اللون الرقمي، اللي هو واحد من أحدث الأمور العلمية اللي موجودة الآن. أيضا دورات الإكسوكاد المتنوعة مع خبراء من عدة دول، وفي منهم من روسيا أيضا مادوف وإخوان كارلوس. نحن بانتظار هالمادة العلمية الشيقة من الأستاذ باسم يلي فيها غنى بالمعلومات. بحسب الشيء اللي أنا اطلعت عليه، في عنا سلسلة من المعلومات الضخمة والقيمة والمهمة جدا. تفضل أستاذ باسم، أهلا وسهلا فيك. نشكر الأكاديمية اللي عم بتقدم هالكم الهائل من المعلومات لجميع الطلاب وكل المخبريين المحترفين. اليوم موضوعنا رح يكون عن مبادئ تخطيط الابتسامة، وكيف ممكن ننتج الموك أب بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد. رح نعمل ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي تشخيص الابتسامة، المرحلة الثانية هي تنفيذها كبروفا تجريبية، والمرحلة الثالثة هي إنجازها بشكل نهائي للتركيب الثابت والمستمر. ما هي الابتسامة؟ سؤال محير، في دائما حوارات حول هذا الموضوع. هل هي اختراع أم هي محاكاة وتقليد للطبيعة قدر الإمكان؟ المشكلة دائما بتواجه الطبيب والمخبر والمريض أنه الأدوات اللي عم بيتم نقل المعلومات فيها فقيرة. الأداة الأولى اللي بيستخدمها الطبيب مع المريض هي قائمة فيها أشكال متنوعة من الأسنان. هاي الأشكال محيرة للمريض، وغالبا المريض بالنهاية بيختار اللون الأكشف بالصور وبيحدده، وممكن هذا الشكل ما يناسب وجهه، وممكن هذا الشكل ما يستطيع المخبري يعمل محاكاة حقيقية بالواقع بالتشميع أو بأي أداة. المشكلة الثانية اللي هي نقل المعلومات من الطبيب للمختبر، اللي هي عم تكون عن طريق الجوب أوردر اللي بيحتوي بعض المعلومات عن علاقة الدمية مع اللثة، عن شكل الأسنان هالملفح أو full morphology، بعض معلومات عن الألوان. لحتى يتم نقل المعلومة بشكل صحيح نحتاج إلى كاميرا ونحتاج إلى جهاز كمبيوتر. هالأداتين هن اللي بيسمحوا للطبيب ينقل توقعات المريض لابتسامته إلى المخبري لحتى يستطيع تنفيذها بطريقة رح نشرحها خطوة بخطوة. المرحلة الأولى هي مرحلة التشخيص، لناخذ الصورة بشكل صحيح.
لازم دائما المريض يكون رأسه ثابت ورجليه ثابتات على الأرض والكاميرا على نفس المستوى. نحتاج بشكل إجباري إلى صورتين. الصورة الأولى هي مع وجود مبعد الخدين، والصورة الثانية اللي هي مع ابتسامة مع تبعيد الأسنان بحوالي 2 مليمتر حتى يظهر اللسان بين الأسنان العلوية والسفلية. يفضل دائما أخذ الصورة مع الريتراكتور، وننصح بهذا الشيء لأنه المريض ما بيحرك رأسه أثناء إزالة الريتراكتور مثل لما بيكون عم بيركب الريتراكتور، فبتبقى الصورتين بنفس الموقع وهذا بيسهل لنا عملية المطابقة. في عنا بعض البرامج رح نشرحهم هلأ بطريقة عملية. برنامج هولندي اسمه سيلفي فينير موجود على الإنترنت. بإمكانك أول شيء تضيف معلومات أرشيفية للمريض وتستورد الصورة للمريض، ونبدأ عملية التشخيص عن طريق بعض التوجيهات اللي بيعطينا إياها البرنامج. أول توجيه هو ميلان خط الابتسام مع مستوى الأفقي لوجه المريض، الخط الممتد من بؤبؤ العين الأيمنى لبؤبؤ العين اليسرى. في عنا أيضا أنه هل يا ترى خط الابتسام مساير للشفة السفلية أو مقعر أو مستوي. الموضوع المهم كمان هو مقدار اللي ظاهر من البيوكال كوريدور أو المثلث الأسود الدهليزي. فتحة فم المريض أيضا مهم جدا نحددها، اللي بتظهر 6 أسنان أو 10 أو 12. مهم جدا أنه نحدد عن طريق الخانة الموجودة كم مليمتر بيظهر من الأسنان العلوية اعتبارا من خط الشفة العلوية، وكم بيظهر من الأسنان السفلية اعتبارا من خط الشفة السفلية. بيهمنا كمان نعرف هل الابتسامة فيها ظاهر لسه بشكل واضح أو مخفية لسه. مهم أيضا أننا عن طريق المنزلقات الموجودة في هذا البرنامج نحدد هل خط المتوسط متناظر بالنسبة لوجه المريض، هل الفك العلوي الأسنان متناظرة، هل الفك السفلي متناظر. منحدد الأسنان اللي نقوم بعملية المعالجة لها، اخترنا هون 8 فينيرات. منستعين أيضا بأرشيف من مكتبة، هذه المكتبة متكاملة لأنها تتضمن الكونتور للأسنان، تتضمن صورة ثنائية الأبعاد للأسنان، وتتضمن الـ STL فايل ثلاثي الأبعاد للتصميم النهائي، مقسمة على 8 أعمدة. هاي الأعمدة مقسمة لثلاث أجيال عمرية، الجيل الشبابي والمتوسط والكهل. بهمنا أيضا أنه نعرف هل يتطلب المريض أنه نعمل تناظر مثالي، هل يتطلب أنه نعطيه مظهر شبابي للأسنان أو بحسب عمره الحقيقي، هل يتطلب أنه نظهر تضاريس تشريحية بشكل واضح أو بشكل بسيط. بيتضمن أيضا معلومات عن اللون الأصلي لأسنان المريض ومقدار الشفافية الظاهرة بأسنانه الأصلية، وما هو اللون اللي هو يتطلع إليه المريض، هل يتطلع أنه يختار لون أكشف من ألوان أسنانه الأصلية أو يختار لون نفس لون أسنانه الأصلية حتى ما يصير كونتراست بين الأسنان العلوية والسفلية. في كمان مقدار اللي نحتاج أنه نطول فيه الأسنان، إذا كانت الأسنان قصيرة ممكن نحدده عن طريق الخانات الموجودة. بهمنا كمان أحد المفاهيم الأربعة على الجمالية اللي هو نسبة عرض السن بالنسبة لطوله. بالإحصائيات أظهرت أنه المظهر الجمالي بيكون بحدود 80% إذا قسمنا العرض على الطول، فبين 75 و85% بهذا المجال المظهر بيكون جمالي مناسب للعلاقات الجمالية. المرحلة السابعة هي استيراد صورة الابتسامة وصورة الريتراكتور كتودي
المرحلة الثامنة هي أنه نستورد الملفات الـ STL للمريض. هلأ رح نطبق هذا الشيء بشكل عملي. بالنهاية بيظهر لنا تقرير هو اللي بيعتمد كتشخيص أو job order بتوجه من الطبيب إلى المختبر. هذا هو الريبورت بعد ما صار موضح فيه كل المعلومات الضرورية للابتسامة. ممكن أنه نستعرض الحالة الأولية بشكل ثلاثي الأبعاد عن طريق السوفتوير. هلأ المرحلة الثانية اللي هي أننا كيف ممكن نعمل نظام متكامل بيتضمن تخطيط الابتسامة ثنائي الأبعاد وصناعة البروفا الموك أب وتصنيع الأسنان النهائية عن طريق نفس المكتبة اللي هي المكتبة المتكاملة. هلأ منحدد هي تعريف المبادئ الأربعة للجمال، إنه الخط العمودي الممتد من زاوية العين هو اللي بيحدد لنا الحقل للأسنان الأمامية الممتد من الجزء الظاهر للناب من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر. المبدأ الثاني اللي هو إنه خط الابتسام يساير حدود الشفة السفلية. المبدأ الثالث اللي هي علاقة فاي الجولدن بروبورشن النسبة الذهبية، إذا كان عرض الرباعية واحد فعرض الثانية لازم يكون 1.6 والجزء الظاهر من الناب لازم يكون 0.6. المبدأ الرابع اللي هو حددناه سابقا العرض على الطول لازم يكون بين 75% ل 85%. هلا هون لازم نعمل عملية تحديد تحويل الصورة لأنه ما بنعرف قديش تبعد الكاميرا عن وجه المريض، فلازم يكون عنا مثل الخريطة مثل بتلاقي في عندك بزاوية السنتيمترات، هاي السنتيمترات بتحدد لك بالخرائط أنه هذا يعني 1 كيلومتر. ممكن نستخدم نظارة، هالنظارة في إلى علامتين، هالعلامتين بحدد لنا مسافة ثابتة ممكن اعتمادا عليها نعمل معايرة لوجه المريض ونعمل قياسات. ممكن استخدام عرض الريتراكتر، لنفترض إذا كان 2.5 سنتيمتر فممكن نستعين بالريتراكتر لنقدر نعمل عمليات القياس بعد ما نحول عرض الريتراكتر على أبعاد الموجودة بصورة المريض. أول موضوع قسنا عرض الأسنان الثانية العلوية، فظهر 7.32 وطولها كان 7.87. بعد ما عملنا عملية التقسيم ظهرت النسبة هي 0.9 واللي هي خارج الحقل التجميلي، هذا بيدلنا أنه شكل الأسنان عند المريض قصيرة أو مربعة. وبنقدر نعمل هالعملية حسابية باعتماد أنه نحن ما بنقدر نضيق الأسنان، العرض حيكون ثابت، فقط نستطيع أنه نتحكم ببارامتر الطول، فبحساب 7.32 وضربة بالنسبة 80% فبيظهر أنه لازم نطول الأسنان بمقدار 2.1 ملليمتر. ممكن أيضا نعمل عملية موائمة والانسجام بالهارموني لشكل وجه المريض وشكل الثنايا. في كمان علاقة بتقول طول الثانية هو 1/16 من طول وجه المريض من الذقن حتى قمة الجبين. هاي المكتبة بشكل تجميلي بتريح المريض انه يتوقع شلون رح يكون شكل ابتسامته. هلأ بدأنا بتخطيط الابتسامة، انتهينا من عملية التشخيص وهلأ بدأنا بعملية تخطيط الابتسامة. في عدة برامج، يفضل استخدام الفوتوشوب لأنه بيعطيك تحكم وبتظهر النتيجة النهائية بالصورة بشكل جمالي أفضل من البرامج الديجيتال. رح نشوف إيش الميزات الموجودة بالفوتوشوب أو ببرنامج جيمب. أول مرحلة هي تحديد الخط المتوسط عن طريق مسطرة بشكل حرف T بتمتد من البؤبؤ الأيمن إلى البؤبؤ الأيسر، والمسافة المتوسطة بيناتهم هي نفس المسافة المتوسطة
بنلاحظ عند هاي المريضة أنه الأسنان العلوية متناظرة، الأسنان السفلية منزاحة باتجاه اليمين بحدود 3 أو 4 مليمتر. نستخدم مسطرة تانية اللي هي مسطرة العلاقة الذهبية، بنحددها بالخط المتوسط، بتحدد لنا عرض السنية والرباعية والجزء الظاهر من الناب. بنستخدم مستطيل عرضه على طوله بيحقق النسبة الذهبية اللي هي 80%، فمنحدده لحتى نعرف قديش بدنا نطول الأسنان. بنستورد الكونتور الخارجي للأسنان ونعمل عملية تناظر له، وبنستورد أحد مكتبات الأشكال الأسنان ونطبق نسخة من الشفة العلوية لتغطي لنا الأعناق مثل ما هو ظاهر بالصورة النهائية. ممكن طبعا نتحكم بالألوان لأنه في عنا 3 درجات من الألوان، بليتش ووسط وغامق مثل ما هو ظاهر في الستايل اللي نحن اخترناه. في عنا هلأ ممكن نستعرض فيديو بالإكسوكاد. بيظهر لنا المكتبة بعد ما تكاملت مع الجزء الجديد اللي هو STL file ثلاثي الأبعاد، متوافق بين الكونتور بين أشكال الأسنان ثنائية الأبعاد وبين الشكل الثلاثي الأبعاد. حتى هي المكتبة متوفرة بطريقتين، طريقة هي full morphology و cut back، فممكن نستخدم full morphology مع المالتي لير زيركونيا على سبيل المثال، أو أنه نستخدم الكات باك بنضيف الشفاف لإعطاء حيوية أعلى عند الحد القاطع. حاليا صار في طابعات سريعة جدا ممكن خلال 5 أو 6 دقائق أنه يطبعونا الموك أب أو القشرة من أي مادة أو أي نوع من الكومبوزيت نختاره، مثل ما هو ظاهر عنا هاي الشيل، والانطباق اللي فيها 100% على الموديل مثل ما ملاحظين. فيتنج ممتاز جدا جدا، وبيريح الطبيب من عملية نسخ السيليكون وإضافة الكومبوزيت المؤقت وتركيبه بتم المريض وعملية التجذيب النهائية. هلأ بعد ما طبعنا منزيل السابورت، ممكن نستخدم مادة جليز ضوئية ملونة ABCD أو حتى ملونات أزرق فضي حسب الطلب. نوصل عند الطبيب، الطبيب بيقوم بعملية تراي إن غرفة حقيقية باستخدام مادة إلصاق مؤقت، وبنشوف انطباع المريض حتى ممكن نعمل فيديو سواء مسيرة الشفة السفلية في الجانبي. كل الأمور ممكن نتحقق منها ونشوف انطباع المريض في حال أنه حصلنا على الكونفيرميشن. ننتقل للمرحلة الأخيرة اللي هي إنتاج الفينيرات. ممكن نستخدم الميلينج ماشين أو ممكن نستخدم الطابعات ثلاثية الأبعاد. هنشوف مقارنة سريعة بين النظامين. الطباعة ثلاثية الأبعاد تعطيك أي شكل، حتى ممكن توصل لسمكات حتى 100 أو 200 ميكرون، ممكن توصل لأي زاوية بالشكل. المبدأ تبع طباعة الزيركونيا على سبيل المثال اللي هي مادة ملئة من باودر الزيركونيا ومادة بيندر اللي هي فوتو بوليمير. هاي مادة الفوتو بوليمير بتتصلب بالضوء عن طريق الطابعة ثلاثية الأبعاد، بعدها بتنتقل على فرن الخزف السنترينج بيحترق البيندر بحرارة 500 درجة، بتنتقل على حرارة 1500 ليصير كثافة النوعية 99.8 من كثافة البلوكات المحفورة. مثل ما هو ظاهر هون هيظهر لنا كيف عملية حرق المادة الرابطة وتراص الذرات على بعض البعض بالحرارة العالية. هاي الزركونيا
هون يا فينير. وهي تجربة البروفا بفم المريض، الأول موجودة بالزركونيا حاليا المطبوعة 930 حتى 950 ميجا باسكال. تتميز الطباعة إنه بميلينج ماشين البيرزل اللي بنحفر فيه رأسه مستدير، فعند الزوايا الحادة نضطر إنه نحفر من الكراون على شكل مستدير حتى نسمح للكراون إنه ينزل على الزوايا الحادة. بالطباعة ثلاثية الأبعاد أي شيء نطبعه هو حينطبق بشكل 100% على الزوايا الحادة. استراتيجية الميلينج ماشين تسمح لنا فقط بمناورات 35 درجة لرأس الحفر. بالطباعة ممكن نطبع أي شكل نتخيله أو أي شكل حتى لو كانت حلزانة لزرعة أسنان. معالجة استراتيجية الحركة بتحتاج من 10 لحتى 15 أو 20 دقيقة حسب صعوبة الحالة. بالطباعة عملية السلايسينج ممكن ما تستغرق حوالي دقيقة تقريبا. ممكن نطبع حتى جلاس سيراميك مثل سيليكا أو أي مادة تانية. نفس المبدأ مادة البندر فوتو بوليمير، والمادة المالئة هي الجلاس سيراميك بحرارة 600 بيحترق البندر، و1300 أو أعلى ممكن أنه تنرص الذرات ونحصل على الزجاج. الهدر الموجود في الحفر 90% من حجم البلوك، بعد ما نوزن الأسنان ممكن يطلع وزنه 30 جرام من أصل البلوك كان وزنه 300 جرام. بالطباعة الهدر هو فقط 20% اللي هو الأسنان اللي 10%، والسبورت حوالي 10%، فالهدر مهمل جدا مقارنة مع الحفر. بالطباعة ممكن نبدع ونبتكر أشكال جديدة، ممكن نعمل نوافذ عند الحد القاطع مع هالة من الزركونيا، ممكن نعمل بارات مع الهيكس تبعها، ممكن نعمل الزرعات مع حلزنتا، ممكن بعد ما نحرق البندر إننا نعمل تدرجات بالألوان عن طريق الملونات بالريشة أو بالتغطيس. حتى صار ممكن إن نعمل فينيرات زيركونيا بتطور المواد من أكثر من شركة لتخريش الزيركونيا بحمض فلوريك أسيد عيار 40% أو مواد بندر تتطبق على سطح لازم إلصاقه. عرض لنا هذا الفيديو تأثير ودلنا مقدار التخريش في كراون غير مخرش اللي هو الكراون الأول بإضافة نقطة مي عليه بالريشة. رح نلاحظ انه صار في توتر والمي بقيت النقطة في مكانها. في الكراون اللي تم تخريشه بدأ ينتشر المي على سطح المخرش بشكل واضح. بالبرينتر ممكن حتى نطبع مواد مثل الهيدروكسي أباتايت والبيتا تراي كالسيوم فوسفات لتعويض العظم في مناطق اللي بتحتاج لتعويض أو دعم عند عمليات الزرع. ممكن بهاي المواد بعد ما يصير الاندماج العظمي نشيل القفص اللي مصنوع مثلا بهاي الحالة من الزركونيا مركب بالبراغي، ممكن يشيلهم الطبيب. ممكن حتى نعمل جنجيفال تمبليت لنقص اللثة بحسب زيادة الطول البيولوجي للكراون. ممكن نعمل صادمات سيرجيكال جايد من الزركونيا، وممكن هذه الصادمات أو هذا نستخدمها كبار لدعم الدنشر. هاي أهم التطبيقات كعرض تقديمي. هلأ رح ننتقل لتنفيذ هاي الأمور بطريقة عملية. برنامج التشخيص، هذا البرنامج مجاني موجود على الإنترنت. تمام، مجاني لعملية التشخيص، وفي حال أنه بدك تصنع الفينيرات ممكن تعمل تسجيل وتعمل حساب وتقدر تستخدمه في تنفيذ الفينيرات. هلأ المبدأ نفسه اللي هو سيلفي فينير، أنك تعمل تخطيط ثنائي الأبعاد وتعمل بروفا وفي النهاية تعمل الابتسامة الدائمة. هلأ ممكن نعرف شوي عن الكونسبت تبع الشركة الهولندية سيلفي فينير كونسبت.
أننا عملنا تخطيط ثنائي الأبعاد، بعد ما حددنا الكونتور رح نعمل صف للأسنان ونعطيه للمريض شلون رح يصير قبل وبعد، بس هاي المعلومات ما بترضي المريض ولا بتعطي التوقع الفعلي اللي رح يحصل عليه بعد ما يركب الأسنان. لهذا السبب نحن رح نعمل طباعة بالمرحلة التجريبية أو التشخيصية أو البروفا من الكومبوزيت، ويتلزق بيتم المريض ويشوف انطباع أصدقائه، ممكن يشوف انطباع عائلته، وحتى الطبيب، وحتى هو باختيار اللون المناسب. ممكن أحيانا المريض يكون بده يحصل على لون فائق الشفافية أو فائق البياض، بعد ما يجرب يلاقي إنه لا ما مناسب للون بشرته، يفضل إنه اللون يكون أغمق. بهاي البروفا نحن بنعطيه شلون، بالنهاية هو المريض هو راح يستخدم الأسنان، فحسب توقعاته هو يفضل إنه يعمل الكونفرميشن، حتى بالعمل النهائي ما يصير اختلاف بين الطبيب والمريض. خطوة مهمة جدا. البروفا بتساعد كتير حتى باختيارات المريض. هلا هون صحيح. عنا حساب لدكتور دينتست، ننتقل أول شيء لأنينا نعمل بروجكت لمريض جديد حنسميه ديزاين، اسم الأول سمايل. نختار عمر المريض عن طريق النقر على السنة، ممكن نعتبر المريض مثلا 1992. أوكي. المريضة وومن، المشكلة عندها الأسنان قصيرة، هاي المشكلة دائما عم تعاني منها، وهي حابة إنه تحصل على ابتسامة أفضل. نختار صورة للمريضة لحتى نحطها بالأرشيف. ننتقل للمرحلة رقم 2، الابتسامة هل هي مائلة لليمين أو لليسار؟ نختار أنه الابتسامة الحالية عندها هي ايديال، الابتسامة فلات، الابتسامة عريضة. ممكن طبعا نعرض صورة المريضة أثناء التخطيط حتى نعرف المعطيات اللي عندها. هي عم تظهر تقريبا حوالي 10 أسنان. ننتقل للمرحلة الثالثة، الأسنان العلوية تقريبا ظاهر منها حوالي 4 مليمتر، والأسنان السفلية حوالي 2 مليمتر. لسه مو كتير ظاهر عندها، فعندها هي low smile، ما عندها gummy smile. المرحلة الثالثة هي الانزياح، عندها للأسنان العلوية السنتر صحيح متطابق، بالنسبة للأسنان السفلية منزاحة لليسار بحدود 3 أو 4 مليمتر. الخط المتوسط عندها صحيح بالسنتر. المرحلة الرابعة رح نعمل تخطيط للابتسامة ل8 أسنان اللي هي فينيرات، فبنحدد الأسنان اللي لازم نعمل عملية تصنيع الفينير لها. المرحلة الخامسة، هل المريضة بدها تعمل تناظر شامل؟ يعني هل بتحتاج إلى مظهر شبابي يانج؟ يس. هل بدها تظهر التفاصيل التشريحية بشكل واضح أو متوسط؟ سلايت. هلأ بننشي للموضوع اللون، هل بدها اللون يكون مونو كالر يعني من الأعلى للأسفل مثل ألوان البليش المنتشرة حاليا، أو بدها شوية تفاصيل تدرجية؟ فبنختار إنه بدها تفاصيل بسيطة. اختيار اللون هو مرحلتين، المرحلة الأولى هو اختيار اللون الأصلي للأسنان اللي بنختاره من هاي الجدول. في عنا عدة أنظمة، اخترنا لنفترض 1M1 من 3D ماستر، ممكن كمان نختار عند العنق لون، ممكن نختار عند المنطقة الوسطى أو عند الحد القاطع.
سيف. هلا مطلوب اننا نحدد نوع الشفافية، هل هي شفافية وسط او عالية او منخفضة. choose shade، هلا بدنا نختار اللون اللي هي بدها اياه. غالبا راح نختار مثلا بليتش 2 على حسب التوجهات بالوقت الحالي. بعد ما نختار اللون بدنا نحدد شقد لازم نزيد الحد القاطع. بالحسابات اخترنا انه التطويل لازم يكون حوالي 2.1 مليمتر. الخط المتوسط لازم نسنتره. المرحلة السادسة اللي هي عرض السن لطوله 80%. هلا بنعمل عملية استيراد للصور. نختار الصورة الأمامية مع الابتسامة مع تبعيد الأسنان حوالي 2 مليمتر، والصورة الثانية باستخدام الانترا اورال الريتراكتر. هدول الصورتين الإجباريات اللي بنحتاجهم لتخطيط الابتسامة. هلا بننتقل للمرحلة الثامنة اللي هي 3D. لازم نحمل ملفات. رح نحمل الفك العلوي، شوية بتاخد وقت حسب سرعة الإنترنت، ممكن 10 ثواني تقريبا. هلأ تم تحميل الفك العلوي، بنجي على الفك السفلي. ممكن الطبيب عن طريق الانترا اورال سكانر يعمل عملية التحميل. في بعض الحالات نحتاج للعلاقة أو العضة. بهدول الحالات موجود عندنا الأورينتيشن بين الأسنان العلوية والسفلية موجهين حسب العلاقة، فما بنحتاج للعضة الديجيتال. هلأ خلصنا، صارنا جاهزين نشوف الريبورت للمريض. هاي هي الريبورت. تنفذت بال19/5. هاي التفاصيل الأولية. ممكن طبعا تعمل عملية تنفيذ للمشروع أو إنك تستعرض الحالة. وهي المعلومات تعتبر تفصيلية، يعني ممكن تعطي رؤية للمريض شو هو متوقع بالابتسامة اللي حيحصل عليها. ممكن حتى نستعرض الابتسامة بشكل ثلاثي الأبعاد بعد ما تم تحميلهم على الموقع. هاي الحالة الأولية. لحتى يتم تشخيصها بشكل دقيق لازم نستعرضها كمان بشكل ثلاثي الأبعاد. خلص تحميل الفك العلوي وخلصنا تحميل الفك السفلي. هاي الصورة ممكن تكون جاية من انترا اورال سكانر أو من سكانر مختبر. ممكن نغير لون الأسنان، مثلا نستخدم لون يلو للفك العلوي ولون بيش للفك السفلي. ممكن نشفف الأسنان لحتى لنفترض نشوف مقدار التراكم. وممكن نلغي أحد الأشكال عن طريق النقر على زر إلغاء، فبيظهر عنا فك واحد العلوي أو السفلي. انتهينا من عملية التشخيص. هلأ ننتقل لمرحلة تخطيط الابتسامة ثنائي الأبعاد. نبدأ تخطيط الابتسامة بالاستعانة ببرنامج الفوتوشوب، اللي هو برنامج معالجة الصور. بتميز بأنه النتيجة اللي بيظهرها في النهاية قابلة للتعديل والألوان بشكل يرضي المريض ويقنعه ويشجعه أنه يتابع المعالجة للفينيرات النهائية. نحتاج لمساطر تساعدنا اللي هي متعلقة بالأربع مفاهيم للابتسامة التجميلية. أول مسطرة هي شكل التي لعمل التناظر والمستوى الأفقي للابتسامة اعتمادا على المستوى الأفقي القابل للتسجيل، اللي هي الخط الممتد من البؤبؤ العين الأيمن إلى البؤبؤ العين الأيسر. المسطرة الثانية اللي هي بتحدد لنا
العلاقة الذهبية لعرض الأسنان الأمامية بالنسبة لبعض البعض اللي هي علاقة فاي 1.6 1 0.6. المفهوم الثالث اللي هو مسايرة خط الابتسام لحدود الشفة السفلية. والمفهوم الرابع هو العلاقة الذهبية لعرض السن بالنسبة لطوله اللي هي بالحقل الممتد من 75% ل 85%. هلا نحن اخترنا المستطيل بشكل انه يكون 80%. المصادر الثانية هي كونتور لأشكال الأسنان، ممكن نستخلصها من بعض مكتبات أو كتالوجات شركات اللي بتصنع الأسنان الصناعية. الصورتين الإجباريات اللي هي صورة ابتسامة للمريض باستعمال الريتراكتر لإظهار حدود اللثة، والصورة الثانية اللي هي ابتسامة عادية للأسنان مبتعدة عن بعضها بمقدار 2 مليمتر. أول مرحلة بنقص منطقة الأسنان والريتراكتر، بنختار كنترول مع سي لعمل نسخ، بنرجع بنضغط كنترول في لإلصاق لطبقة جديدة. هاي هي الطبقة الجديدة اللي قصيناها. بنحدد هاي الطبقة الجديدة وبنسحبها لصورة ابتسامة المريض وبنفلتها عند ابتسامة المريض. بأداة التحريك بنحاول إنه نطابقها، بس كون الصورة شفافيتها ظليلة فما بتظهر لنا الأسنان اللي تحتها، فبنحاول نعمل عملية تجفيف لها بمقدار حوالي 50 ل 60%. صار هلأ فينا نشوف الأسنان ابتسامة المريض اللي ظاهرة تحتها، وبنقدر هلأ بتحريك الأسهم العلوية والسفلية واليمين واليسار إنه نعمل مطابقة بين الأسنان مع الشفة والأسنان مع اللثة. هلأ المرحلة اللي بعدها إنه نستورد المساطر الموجودة عندنا. أول مسطرة هي مسطرة التناظر والمستوى الأفقي، هاي هي المسطرة. بنحدد الطبقة بنفلتها بمحل العمل، بنصغر الصورة، بنضغط على Ctrl T لإظهار السكيل أو تحجيم المسطرة. بنحاول إننا نحرك المسطرة حتى تكون بعرض مناسب للمسافة المارة من بؤبؤ العين الأيمن لبؤبؤ العين الأيسر، بنزيحها عن طريق الأسهم حتى تتطابق مع بؤبؤ العينين. بنلاحظ إنه الوجه متناظر والأسنان العلوية متناظرة، الأسنان السفلية غير متناظرة. الأسنان السفلية فيها انزياح حوالي 3 ل 4 مليمتر عن الخط المتوسط لوجه المريضة. بنستورد المسطرة الثانية لمفهوم الجمالية اللي هي نسبة عرض الأسنان الأمامية لبعضها البعض. بنحدد الطبقة ونفلتها بمنطقة العمل. هلأ كمان نفس الموضوع، بنحاول إننا نزيح المسطرة بالأسهم بالضغط على زر شيفت، بنحاول إنه نعمل الخط المتوسط للمسطرة الذهبية على الخط المتوسط لوجه المريضة، بنزيحه مثل ما هو ظاهر عنا الآن بالمسطرة. تقريبا الأعمدة الجانبية للمسطرة متطابقة مع زاوية العين اللي هي بتحدد لنا حقل الابتسامة من الناب للناب، لأنه الـ Golden Proportion هلا عنا إياها عرض الرباعية 1.6 كنسبة، 1 لعرض الرباعية، 1.6 لعرض الثانية، و0.6 لعرض الناب. هلا المسطرة واضحة 100%، حددت لنا عرض الأسنان. بنرفع شوي لحتى نعملها على مستوى خط الابتسام، ملاحظين إنه العظم اللي هو
بالفك العلوي اللي هو ممتد من الناب إلى زاوية العين، بيكون على عمود واحد. نستورد هلأ المسطرة الثالثة اللي هي القوس اللي باللون الأحمر لحدود الشفة السفلية، بنحدده بنستورده على حقل العمل، منزيح القوس بالأسهم حتى يصير على الخط المتوسط بالتحديد، بنسحبه حتى يصير على حدود الشفة السفلية، كنترول تي، بنحاول انه نولفه على حدود الشفة السفلية، نرجع نرفعه عند خط الابتسام، نظهر الصورة مع الشفة ونعمل عملية نسخ للقوس. وبنعمل قوس تاني عند حدود أعناق الأسنان اللي هو خط اللثة. هلأ صار عنا المجال اللي لازم تتبعه الأسنان وقت اللي بنعمل عملية صف الكونتور الشامل للأسنان الستة الأمامية. المسطرة الأخيرة والمفهوم الرابع للابتسام اللي هو نسبة عرض السن بالنسبة لطوله. ناخد المستطيل ونسحبه لحقل العمل، نزيح المستطيل لمنطقة الثانية العلوية، نضغط على كنترول تي، باستخدام المقابض بنحجم المستطيل ليتوافق مع عرض الثانية. صارت المساطر مكتملة وجاهزين حاليا لنبدأ عملية صف الأسنان. ننتقل للمكتبة اللي هي متعلقة بالأسنان، اخترنا هذا الشكل. نستورد الكونتور، هذا هو الكونتور، نختار 4 أسنان، 21، 22، 23 و24، ممكن نختار 25، نسحبهم لحقل العمل ونسقطهم. أخذنا الطرف الأيسر للمريض وهلأ بنعمل نفس الموضوع، بنضغط على كنترول تي وبنحاول إنه نحجم الأسنان. وبالأسهم منزيحهم ليتطابقوا فوق الأسنان الأصلية للمريض. بدهم شوية تصغير بسيطة. هاي المسطرة هلأ متطابقة مع النسبة الذهبية. الجزء الظاهر للناب، الثانية، الرباعية. هلأ بنحدد هدول الأسنان نفسهم وبنعملهم نسخ لطبقة جديدة، وبنزيح الطبقة الجديدة للطرف الأيمن للمريض
نختار من أداة Edit Transform Flip Horizontal، بنطبقهم على الطرف المناظر الأيمن. هاي الصورة هي اللي نحن بنحتاجها لعمل تخطيط الابتسامة ببرامج الإكسوكاد أو التريشيب، لأنه الخطوط الصفراء بتحدد لنا وين لازم نصف الملفات الـ STL للمكتبة المناظرة والمتكاملة مع نفس هاي الأشكال. نختار هاي المكتبة والصورة وبنعملها سكرين شوت وبنسيبها. نضغط على Ctrl Alt Shift. هاي الصورة نحن بنستفيد منها ونستعين فيها ونسترشد فيها أثناء التخطيط بالبرامج التصميم الإكسوكاد أو أي برنامج 3D. بنخزنها كملف JPG حتى يستورد البرنامج فيما بعد. نختار تنسيق JPEG وبنحدد المكان اللي لازم نحط فيه الصورة، اخترنا مثلا سطح المكتب، بنسميها كونتور ونختار سيف. اوكي، هلا هي الصورة جاهزة. بقيت الصورة الثانية اللي لازم نقدمها للطبيب ليعرضها للمريض ويشوف الفيدباك عند المريض. نرجع بنختار من المكتبة، في عنا 3 درجات لونية، رح نختار اللون الوسط. نختار نفس الموضوع الأسنان الممتدة من رقم 21 حتى 24 أو 25، هنختارهم 21 24. تمام، نسحبهم وبنفلتهم في حقل العمل. نعمل عملية تحجيم. ونعمل عملية توليف مع الكونتور. هلأ صار في تطابق بين الكونتور والأسنان. نفس هاي الأسنان بنعمل لهم عملية نسخ. صار هلأ عنا نسخة، بنزيح النسخة لطرف الأيمن للمريض وبنحدد الأسنان ونعمل عملية Edit Transform Flip Horizontal انعكاس ونطبقهم عند الكونتور الأيمن للمريض. هلأ حصلنا على تناظر مثالي. بنبدأ هلأ بنرفع المساطر اللي استرشدنا فيهم بالتخطيط، بنشيل التي تمبليت، بنشيل جولدن كومب، بنشيل القوس عند خط الابتسام، قوس حدود اللثة، ممكن نشيل الكونتور الأصفر، نسبة العرض السن لطوله 80%، نبدأ نشيل الكونتور. تمام، هلأ إذا شلنا صورة المريض مع الريتراكتور رح يظهر لنا شلون رح تظهر الابتسامة، بس أعناق الأسنان الشفة صايرة فوقهم. فمنحدد صورة المريض ومنحدد خط الشفة العلوية بأداة التحديد، بنختار حدود الشفة
ممكن نلغي إظهار حدوق أعناق الأسنان لنقدر نختار بشكل أوضح. تمام، هلأ بنعمل عملية كنترول سي كنترول في لنحصل على طبقة جديدة هي حدود الشفة العلوية، وبنسحبها لأعلى من طبقات الأسنان. فهلأ أظهر لنا كيف راح يكون مظهر الأسنان المتوقع على المريض. هلأ ممكن كمان نستخدم بعض الريش، ناخذ نقطة من أغمق منطقة عند المريض اللي هي لحتى نسقط الظل لأسنان المريض. نختار قوة الريشة ونبدأ نطبق الظل. فوق الأسنان بنحدد الطبقات اللي هي طبقة الأسنان، أو بنعمل طبقة جديدة. على هاي الطبقة بنشوف تأثير الظل. ممكن يكون الظل هلأ شوي قوي، بنقدر نتحكم عليه. عن طريق الأوباسيتي نقدر نخفف تأثير ظل الشفة العلوية على الأسنان. نزيح المنزلقة تبعت الأوباسيتي لحتى نحصل على التأثير اللي مقنع أنه هذا ظل الشفة. بده شوية تخفيف بسيطة. بهاي الحالة هلأ صار عنا ظاهر كيف راح يكون النتيجة النهائية للأسنان، كيف راح تظهر ابتسامة المريض المتوقعة، وقدرنا نعمل تخطيط للابتسامة بنقدمه للطبيب. نضغط على Ctrl Shift و S لنسيف هاي الصورة، أو ممكن نختار Save As. بنحدد Final كاسم للملف Final، وبنختار نوع الملف JPEG، وبنحطه على سطح المكتب Final Save. ماشي، ممكن هلأ ننقل صورة نسخة من صورة المريض. نلغي القفل وناخذ صورة المريض. هاي صورة المريض قبل المعالجة، وهيك حتكون بعد المعالجة. هاي الصورة هلأ بنرسلها للطبيب عن طريق الإيميل أو بالواتساب، وبيكون عندنا انتهينا من موضوع تخطيط الابتسامة. نشكر أستاذ فراس موسى، ونتمنى أنه نلتقي معكم بمحاضرات مقبلة إن شاء الله. دورة كاملة بمعنى الكلمة، دورة متكاملة. هاي عم نهديها الآن لكل مشتركينا بالأكاديمية، الأطباء والفنيين. بالحقيقة معلومات كتير ممتازة ومهمة وسهلة التطبيق. نشكر الأكاديمية دائما اللي عم تعطينا الفرصة لأنه نتشارك معكم هاي المعلومات. كل الشكر لك أستاذ باسم، وبدنا نذكر الجميع بالقناة بالمجموعة الخاصة بشركتكم عبر تليجرام، يلي نحن عم دائما نقدم من خلالها معلومات كثير ممتعة للجميع. فعبر تليجرام وعبر فيسبوك وعبر الأكاديمية وعبر الفيسبوك الخاص بشركة الحكيم بدبي، دائما عم نقدم معلومات ممتعة إن شاء الله تكون فيها كل الفائدة لكل زملائنا اللي عم يسمعونا الآن. تحياتي لك، شكرا كثير لك،
أنا كنت معك من السويد، وكل الشكر للفريق اللي عم يشتغل معك بدبي. شكرا جزيلا.